هالقالي ديالي تبارك الله وجيت، شوفوا تبارك الله المشاهدين ديالي طلع من البيت تبارك الله دغيا وجيت، جا رائع تبارك الله. واللي عندها الوليدات تبارك الله تفرحهم، وليداتها في المدرسه تجي يجيو لقاو الحليوه واجده طلع من البيت تبارك الله، اللهم بارك غزاله جات. هادشي اللي كاين المشاهدين ديالي هو هذا، وديروا لي ابوني وما نساونيش وشكرا بزاف. السلام عليكم، لاباس بخير، مرحبا بكم في قناه شيفه فاطمه المغربيه. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الحلوى غاليط. عندي كاس ديال سنيده بسم الله، ها هو عندي كاس ديال الزيت. هنا عادي نبدا نضرب واحد شويه الزيت مع السكر. عندي جوج بيضات هما بسم الله توكلنا على الله. ندير جوج بيضات هنا هما. عندي فانيا هيا. الحليوه تبارك الله قطيصه ديالها كتجي واعره. عندي قبيصه ديال الملحه ها هي. كنبقى نضرب بحال هكا حتى كيطلق الخليط ديالي. عندي جوج معالق ديال العسل ها هما. هاد الحليوه هادي كتبغي العسل، جوج معالق فقط. كنبقاو نضربو بحال هكا حتى كيطلق الخليط مزيان، وكنديرو الدقيق على حساب الخليط ديالنا، ما كنقصقوهاش. الحلوى دائما ضربوا الدور ديالها ما تقصقوهاش، دائما ديروا لها الحساب. الحلوى كتجي خفيفه كتجي واعره. بحال هكا عاد ما يتطلق الخليط مزيان. ندوز الدقيق، الدقيق ديالي عندي مغربل محطوط حدايا، انا دائما كنغربل الدقيق قبل، كندير على قياسي كنبدا نكب الدقيق ونضرب بالضراب. دابا غادي ندير جوج خمارات ديال الحلوى هما. ندير جوج خمارات هما، جوج خمارات. نبدا نخلط بحال هكا على ما تجمع لينا العجينه. دائما الدقيق ديروه على قياسكم، عينكم ميزانكم. الحمد لله اللي عنده العقل في راسه راه ما عمرو يخسر، دائما يكون كابوب، دائما تبارك الله يكون اقتصادي، ويكون تبارك الله عينو ميزانو، حاجه ما كتخسر في يدو. بسم الله توكلنا على الله ونبي رسول الله. ملي كنحس بالعجينه ولا تجمع كندير يدي ضروري من اليد، ضروري ملي رجعنا اليدين. سبحان الله العظيم، واخا دير اللي درت خدم بيدك. اليدين الحمد لله مغسولين نقيين، اللهم بارك ما عطاه الله، الحمد لله. اللهم زدنا في ارزاق ديال الشتاء تبارك الله ما موجود، الحمد لله. صلى على النبي، اللهم صل على رسول الله. انا دابا غادي نبدا نجمع في بيديا، تبارك الله ولينا اليدينا رجعنا اليد كما قلت لكم، يدي منقيين الحمد لله، مغسولين بالماء والصابون. الصابون عطاه الله تبارك الله، الصابون موجود في الاسواق، كنجيبو الصابون على الانواع.
مغربية تبارك الله معروف عليهم بالنقاوة، معروف عليهم بالصابون. الدار اللي دخلت ليها لقى فيها الصابون تبارك الله. هاد الحليوة هذه يا خواتاتي العزاز الانسان يديرها في داره ويعطيها لوليداته ويديوها معاهم قوتي للمدرسة. وجدنا فيه 20 مقادير كتاب، المرأة قاعدة وكتشغل في الكوزينة وهي كتصيفة قدامها تبارك الله، سهلة صلاة النبي تبارك الله. ديال هاد الحلوة كتكون تبارك الله هانتو مبلوقة تبارك الله. شوفوا العجينة ديالها، أنا دائما الحلوة ما كنقصحهاش، دائما كنديرها خفيفة باش كنلعب بيها في يدي كي بغيت. من الحلوة القاصحة ما كتعجبك شي تقيسها تا بيدك، هادي دابا راه كنلعب فيها في يدي كي بغيت الحمد لله. هانتوما تبارك الله جيوا على صلاة النبي. هاد الحليوة كتجي شوية كبيرة شوية، ما كدارش صغيرة بزاف، لا ها كيف كتجي تبارك الله بحال هكا. التزيين ديالها غادي نوريكم كيف كندير نزينها. فر بيضه مخلطه واحد النسكافيه هي باش عادي نزين. ها نتوما خواتاتي العزاز وديروا لي ابوني الحبايب ديالي وما نساونيش. العجينه ديالي بهذه الطريقه هكا كامله، ومن عند ندهنها بالبيض غنوريها لكم ان شاء الله بحول الله. العجينة كورناها كاملة بحال هكا تبارك الله، حنا ساليناها. درت واحد البيضة بعدا واحد النسكافي خلطتهم في الطوسيل. انا دابا كندهن بهم الحلوة اللي غادي ندهنها كاملة هنا، غادي نشرطها بالفرشيطة، نضربها كاملة بالفرشيطة. وشاهدوا معايا المشاهدين ديالي كيف غادي ندير لها، تجي رائعة تبارك الله. واحد الريحة ديال النسكافي فيها اللهم بارك، هو رائعة صافي. حال هكا كنديرو بحال هكا وبحال هكا عرا. شاهدوا معايا المشاهدين بحال هكا، انتم المشاهدين ديالي كندوزوها كاملة بحال هكا تبارك الله بحال هاد الشرطة غير بالفرشيطة. انتم كتشوفوا معايا الطريقة، شي تبارك الله ساهل واقتصادي كنعطيكم اخواتاتي العزاز. دائما حنا مع الاقتصاد تبارك الله دائما. غادي ندهن الحلوه ديالي كامله بحال هكا بالبيض والنسكافي، وغادي نضربها بالفرشيطه كامله زوقها، وغادي نحطها طيب ان شاء الله، وغادي نشاركها مع اخوتي ان شاء الله حتى الاخر طريقه ديال الحلوه كيف كتجي رائعه تبارك الله. ها الحلوه اديناها حنا زوقناها بالفرشيطه، شوفوا تبارك الله جوج بيضات شحال حطوا تبارك الله، جوج طاوات اللهم بارك تبارك الله اللي مع الله سبحانه وتعالى مزيره ما عمرو يتخص تبارك الله. اللهم بارك جوج بيضات تبارك الله شحال حطوا، جوج طاوات تبارك الله. وملي عادي نحطها طيب في الفران غنشعل غير الطبقه التحتانيه، تاها كطلع الحلوه عاد كنطلع الفوق. ما عمركم تشعلوا عليها الفوق والتحت، لا شعلوا غير التحت تاها كطلع الحلوه مزيان، وحاولوا ما تحرقوهاش تبارك الله. هادشي كيجي رائع واعر. انا دائما كنعطيكم النصائح في الفران، دائما ردوا البال مع الفران، ملي الحلوه ملي كتحرق كتجي حاره، تجي مره بزاف. ايوا الشيء اللي كاين اخواتاتي العزاز هو هذا، وشكرا بزاف وديروا لي ابوني. وانا اللي درتها كنشاركها مع خوتي ان شاء الله حتى الاخر، كلشي كنشاركو مع خوتي ان شاء الله، ما كنخبي عليكم حتى حاجه. هالقالب ديالي تبارك الله وجيت، شوفوا تبارك الله المشاهدين ديالي سلام بي تبارك الله، دغيا وجيت جرائع تبارك الله. اللي عندها الوليدات تبارك الله تفرحهم، وليداتها في المدرسة تجي يجي ولقاو الحليوة واجدة سلام بي تبارك الله. اللهم بارك غزالة جات. هادشي اللي كاين المشاهدين ديالي هو هذا، وديروا لي ابوني وما نساونيش، وشكرا بزاف.